محمود نجمي محمد السيد علي عبد الله. شغال يا محمد؟ نعم. بتشتغل ايه؟ عندنا ارض وكده وبشيلها يعني بيطلع لي مني فلوس فبصرف بيها يعني. بتشرب ايه؟ بشرب حشيش. بس؟ وبن؟ حشيش وبن؟ ها؟ ايه تاني؟ عقاقير ايه؟ مفيش عقاقير. كان الاول تمر و بطلت التمر بقولك قد ايه؟ مفيش علاقات يوم الحسن. احكي لي ظروف الواقعة. تمام. أربع دقايق. حضرتك أنا قلت للمدام لبس الأطفال وكده وكنت نازل فكريم كريم أه؟ كنت قلت للمدام لبس الأطفال وكان كريم نسيبي كان جاي ياخد عيلنا ضحية عشان يذبحها فأنا قلت إيه فقال لي طيب عدى عليا عشان العيلة تتفرج على الجاموسة وكده فخدت الأطفال ورحنا عينا عليهم وبعدين خدت بصوا على العيله وهي مذبوحه وكده وسلمنا على جدهم وبعدين طلعنا على العيد بتاعنا اللي هو عندي في شارع العمده في حينا اتفسحوا شويه وجبت لهم مسدسات وبعدين خدتهم وطلعت على البحر ودخلتهم يتفسحوا شويه ووقفتهم مع اولاد اخواتي شويه وبعدين جبت لهم بلالين واحد بيقول لي في بلالتين اهو مش هتاخدها هتشتري منه قلت له هشتري قلت له واخد البلالين وقمت اديتها لهم وقمت واخدهم معايا ورتبتهم العربيه وطلعت على طريق الجماليه كده وبعدين طلعت على اسكندريه لغايه لما وصلت اخر الطريق اسكندريه فرسكور وبعدين دخلت فيها من على الطريق بتاع فرسكور طلعت اكتوبر حضرتك وانت واخد اول يوتيرن جاي وانت طالع في ربع اكتوبري وانت واقف الكلام ده كان بعد المغرب فكنت شايل كان في عربيه قدامنا وفي شباب واقفين بس ما كانوش واخدين بالهم من حاجه يعني وقمت شايل ريان وحدفه وقمت جايب محمد وحدفه وقمت نازل من على الكوبري وبعدين فتحت التليفون كنت عامله غير متاح كنت فاتح التليفون وكلمت المدام وقلت لها العيال مش لاقيهم دور عليهم وكلم اخوتي وكلم الناس وكده اول ما وصلت البلد بقى قعدت ادور معاهم عليهم بحيث ان يبقى في كده المهم جيت بقى عملت محضر في النيابه وبقالنا يومين متحررين فجيت النهارده يعني حسيت اللي المباحث هتعرف اللي انا اللي عاملها قمت واخد نفسي وماشي طلع على كفر صقر كان في واحد معرفه قديم كانت ايه بقعد معاه طيب يعني فلسه جاي قعدت نمت شويه وقمت قايم ورايح له المحل اقعد معاه شويه قلت له انا ما عدتش قادر التفكير عمال يوديني ويجيب العيال وكده وانا اروح اعمل زي اروح البلد بقى عشان اقعد مع مراته وكده واطلع على البيت يعني قال لي خلاص ماشي اللي انت عايزه اعمل المهم قمت جاي على اساس ان انا اطلع البيت اللي عندي مدرسه اللغات اللي هي استحمى وكده واتطهر وكنت جايب الشفرات معايا بتاعت المواس حضرتك بحيث ان انا اتطهر وكده واطلع وكده واروح اعمل نفس الوضع اعمل نفس زي ما انا دوقتهم يعني الحاجة ده عايز ادوقها عشان مش قادر انام ولا اتحرك ولا كده وانت اخدت العلم من البيت ورحت الملاهي الساعة كام؟ اخدت العلم من البيت على بيت حماتي كان بعد العصر بنص ساعة بالظبط يعني وبعد كده طلعت على بيتنا وعلى العيد وبعدين طلعت على البحر رحت الملاهي؟ رحت الملاهي الساعة كام؟ على الساعة 5 أو 5 قعدت قد إيه؟ قعدت ما قعدتش كتير قعدت لحرجة نص ساعة ربع ساعة حضرتك يعني خدتهم معاك في العربية وأنت ماشي؟ خدتهم معايا في العربية قابلت مين؟ ما قابلتش حد ساعتها كنت أنا ماشي بقى على طول ماشي على طريق الجمالية وأنت طالع مش العيال كانوا معاك في العربية؟ حضرتك تحتك؟ عربيتك إيه؟ ماتريكس والله ماتريكس مين اللي شاف؟ مين اللي سلم عليه؟ ما حدش قال لي يوم على فين حضرتك في الحديقه؟ كنت انا قايل لهم بقى قايل المباحث اللي انا كان قابلني واحد صاحبه وكده كنت عامل فيلم يعني عملت الفيلم ليه؟ عشان ابعد من عن نفسي طب انت ليه؟ مين حد بيقتل قتل حد بيقتل ابنك؟ هو كان شيطان ليه مش شيطان ازاي؟ شيطان وزينه وكانت واخد برشام منها برشام فهي الحاجات كده انت مش مبسوط ماديا؟ الحمد لله طيب انت
كانوا عاملين لي إزعاج في البيت، وكانت أنا عندي جرثومة المعدة أصلا عندي بقالها سنة، بتخليني أكني عندي 60 سنة فبتهبطني. فهم بيحبوا يخرجوا يلعبوا يتنططوا كده، أنا اشتروا بهبط ما عدتش قادر لهم. أنا دايما أقول لمراتي شيل العيال عني عشان ما عدتش قادر. فحسيت اللي هم يعني مصدر تعب ليا. أنت لك علاقات نسائية؟ نعم. لك علاقات نسائية؟ أه كان ليا. حاليا؟ لا ما فيش أصلا، أنا بقالي شهر و15 يوم أو 10 أيام بعيد عن كل ده عشان مراتي في بينا كانت زعلانة بسبب الموضوع ده. يعني بعدت عن الموضوع ده كله وبعدت عن أصحابي وبعدت عن كل ده. حد كان معاك في العربية وأنت قلت لنا عيالك؟ كانت الواحدة حضرتك. كانت الواحدة حضرتك. كانت الواحدة؟ أه. اتصلت بمراتك وأنت فين؟ وأنا بعد ما نزلت من العنكوري ودخلت الدخلة دي عشان أمسك طريق اسكندرية السير طريق المنصورة، قمت رن عليها فتحت التليفون وقلت لها العيال مش لاقيهم مدور عليهم وكده. حسيت بتأنيب الضمير؟ طبعا طبعا يا باشا طبعا والله، يا ريتني انا اللي عملت في نفسي كده، انت ارتحت يعني.